عمليا احنا نفسد المرأة ونفسد الأولاد بتركها لوحدها في كل المسؤوليات. خوش عليها هي وش بتسوي؟ انت قد يجاهل بس نص ساعة بدون راسك، مو بعد يعني هذا 24 ساعة اصراخ وعفسون الأغراض ونفرون وكسرون وتعالي علمي وأونلاين. يعني صراحة اللي يوم بينصف بس يوم الأيام يقول لي أخذي إجازة. يوم الأيام جاني واحد بنت عندها مشكلة يزوجها، فجايب قضية بنت، لكن قال شيء ومشى. قال شيخ أنا يوم في الأسبوع أنا اللي أطبخ وأنا اللي كذا. قلت له شرطي عليك؟ قال له. قلت له لا وي. هي قايلة لك؟ قال له. قلت له لا وي. قال يا شيخ أنا ما عرفت موقعها ودورها وتعبها، اليوم خليت لي يوم من سبعة، فشعرت أنها يوم شغل واجد تضربه يعني دا يوميا يوميا أكيد تتوتر. فاحنا نقول يا جماعة التعاون مطلوب، لا سيما في تربية الأولاد. الأولاد إذا ما نتعاون بيكون التربية ناقصة.